أهلا بكم في محورنا الثاني الحديث فيه حول فلسطين ورد المقاومة الفلسطينية والشباب الفلسطيني على ما حدث في جنين يوم أمس وعلى ما حدث في غزة سابقا. الحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي الأستاذ علاء الرماوي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ علاء مساء الخير، وأسمع رأيك أستاذ علاء بما حدث في الساعات القليلة الماضية ووجهة نظرك بما سيكون في قادم الأيام، تفضل. نعم، بعد التحية لك وللسادة المشاهدين ولبرنامجك الرائع أخي الحبيب. بلا شك أن الضفة الغربية على مرجل يغلي، نحن أمام عمليات نوعية في اليومين الماضيين. اجتياح جنين كان يوم أمس بكل المعايير عندما قدمت المقاومة أداء فلسطينيا غير مسبوق في الضفة الغربية منذ انتفاضة الأقصى. نحن نتحدث عن نوعية في الأداء ونوعية في الخسائر الإسرائيلية، واليوم ضاعف ذلك قيام مجموعة من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، القيام بعملية كبيرة وصفت في الإعلام الإسرائيلي، جعلت الحكومة الإسرائيلية تجتمع مرتين اليوم، والآن هناك اجتماع للمطبخ الأمن المصغر على الأقل لاتخاذ خطوة. الذي جرى اليوم بكل المعايير مجموعة عسكرية غير تقليدية وصلت إلى منطقة تحصين عالي بالقرب من مدينة رام الله، قامت بالاشتباك مع مجموعة من المستوطنين، دخلت إلى عمق أحد المطاعم الإسرائيلية، قامت بالاشتباك وأدى ذلك إلى مقتل 4 مستوطنين بالإضافة إلى 4 إصابات منها واحدة خاطرة أو ميؤوس منها. هذا يجعل رفع مستوى دائرة العمل على الأقل المقاوم في الضفة الغربية ينظر إليه إسرائيليا بأنه متنامي ونوعي وأداء أيضا خطير للغاية. هذا الذي جعل، وأنا أرصد الإعلام الإسرائيلي قبل قليل، كان هناك إجماعا إسرائيليا بضرورة القيام بعمل في الضفة الغربية. عندما تم التساؤل حول العمل الممكن في الضفة الغربية ردا على العمليات، كان الاتجاه إلى جنين. معنى ذلك بأن التوجه وحالة التحذير وحالة رفع مسألة الاجتياحات قد تكون في جنين، وهذا ما أرجحه على الأقل بأن يكون مخيم جنين ضمن المناطق الأكثر سخونة والأكثر استهدافا. عندما نتحدث عن هذا المعطى، معنى ذلك بأن الأسابيع القادمة ستكون خطيرة للغاية. قد نبتعد عن العيد، عيد الأضحى على الأقل في العملية العسكرية الإسرائيلية، لكن نحن أمام أيام قد تكون وترسم خارطة الطريق إلى هذا الاتجاه. البعد الآخر بتقديري، وهو سؤال مهم الذي سألت حول تبني كتائب القسام للعملية، قد يذهب الاحتلال إلى عملية اغتيال ما، وهذا الموضوع غير مؤجل برأيي، بمعنى بأن الاحتلال يبحث عن عنوان لعملية الاغتيال، واسم الشيخ صالح العروري على سبيل المثال يحضر بقوة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، هذا الاسم الذي يسند إليه بأنه وراء عمليات التنفيذ في الضفة الغربية وراء عملية إطلاق الصواريخ من لبنان، وهذا يجعل أيضا دوائر التحرك الإسرائيلي برأيي واسعة. لماذا نتنياهو سيضطر للذهاب لعملية عسكرية؟ استطلاعات الرأي الآن تهبط بنتنياهو بشكل جوهري، الفشل يشار إلى حكومة اليمين الإسرائيلي. اليوم قبل قليل كان هناك تصريح لابن كبير بضرورة الخروج، ودعا الحكومة عبر الإعلام بضرورة الخروج في عملية عسكرية في الضفة الغربية، الأمر الذي جعل نتنياهو يطلب منه عدم التصريح بهذه الطريقة. قيادات في الليكود قالت بأنه ابن كبير الولد بين قوسين، أو كما أطلق عليه الطفل الصغير الذي يقوم بإدارة أمن إسرائيل، يخرج للإعلام لإدارة عمليات نوعية على الأقل تكافئها أو تواجه بها الفلسطينيين من خلال الإعلام. هذا جعل النقاشات الإسرائيلية على الأقل بهذا الاتجاه. ما الآن من معلومات بكلمة واحدة، على الأقل التقديرات الأمنية والتوجهات الأمنية بعد اجتماعين تتجه إلى تصعيد في الضفة الغربية. أشكرك كل الشكر أستاذ علاء الرماوي، وأنتقل إلى الميدان مباشرة مع مراسلنا حافظ أبو صبرة. حافظ، الكلمة لك، الوضع ميدانيا ما بعد عملية رام الله نابلس؟ يعني الوضع ميدانيا متصاعد محمد، الأمور في اتجاهها على ما يبدو إلى تصاعد كبير، سيما في محيط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. أتواجد الآن في حاجز بيت فوريك، هذه البلدة الواقعة إلى الشرق من مدينة نابلس، والأمور كارثية جدا. منذ 4:30، منذ حدثت عملية إطلاق النار قرب مستوطنة عيلي على الطريق بين نابلس ورام الله، المواطنون محتجزون هنا على الحاجز.
موكب كبير من السيارات الفلسطينية يمتد من هذا الحاجز على امتداد أكثر من 5 كيلومتر وصولا إلى داخل مدينة نابلس، والحال هنا يشابهه الحال في كل المداخل المحيطة في مدينة نابلس، حواجز عسكرية تنكل بالمواطنين، في المقابل هناك مستوطنين يتظاهرون على الجهة الخارجية من الحاجز. هنا يتواجد المواطنون الفلسطينيون في هذا الموقع، يطلق جنود الاحتلال عند الإضاءة البيضاء هناك هو موقع الحاجز، يطلق الجنود الإسرائيليون قنابل الغاز المسيل الدموع كلما حاول المواطنون الاقتراب من الحاجز. على الجهة المقابلة يتظاهر مستوطنون تماما كما الحال في معظم الحواجز والمفترقات الرئيسية في كل أنحاء الضفة الغربية، وبشكل مركز أكثر في مناطق شمال الضفة الغربية على طول الطريق الواصل بين رام الله ونابلس إلى الجنوب من المدينة. نتحدث عن عدد كبير من الإصابات بالاختناق هنا في هذه المنطقة. مثلا أخبرني الدكتور غسان حمدان مدير عام الإغاثة الطبية في هذه المدينة بتقديم العلاج ل15 مواطنا فلسطينيا، ومن ضمنهم نساء وأطفال وكبار في السن ينتظرون دورا للعبور إلى قرية بيت فوريك وقرية بيت دجن إلى الشرق من نابلس المحتلة. نتحدث عن 25,000 مواطن يقطنون هاتين القريتين، وهذا هو المدخل الوحيد. أغلق المدخل أضحت القريتين، أضحيتا عبارة عن سجن كبير يسكنه المواطنون الفلسطينيون. وهلما جرى الحال ينطبق تماما على كل القرى الفلسطينية. اليوم الاحتلال استطاع أن يحول المناطق الفلسطينية إلى سجون تغلق بحاجز يتواجد عليه عدد من الجنود، وفي المقابل يتظاهر المستوطنون على مداخل هذه القرى على الجهة المقابلة من الحاجز. المستوطنون على الجهة المقابلة يمارسون أفعال العربدة ويطالبون حكومة الاحتلال بشن عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية. ضربة اليوم الموجعة للاحتلال لم تكن الأولى، وتأتي كرد فعل على ما جرى أمس في جنين، وما جرى أمس في جنين هو نقطة تسجل في تاريخ المقاومة الفلسطينية، تطور كبير في الأداء وعبوة ناسفة لم يتوقعها الاحتلال الإسرائيلي، سيما بعد عدة أسابيع من الهدوء. وكانوا يتوقعون أن كتيبة جنين انتهت، في المقابل خرجت كتيبة جنين تفجر هذه العبوة الناسفة. هنا إطلاق لقنابل الغاز المسيل الدموع محمد صوبنا، صوب المواطنين، المركبات الإسعاف. هم يجبرون المواطنين الفلسطينيين على التراجع بعيدا عن الحاجز ليتيحوا المجال للمستوطنين لممارسة تظاهرتهم بكل أريحية. في المقابل يمنع على الفلسطينيين التحرك أو الاقتراب من الحاجز. هناك يتم حماية المستوطنين، يعربدون، يقيمون حواجز خاصة بهم على مداخل القرى الفلسطينية. وهذه القنابل بالمناسبة أسهمت في أن تصنع حريقا كبيرا، أسهم المواطنون في السيطرة عليه مع عدم قدرة الدفاع المدني الفلسطيني على الوصول إلى المنطقة هنا في سهل بلدة بيت فوريك. نعم. الأوضاع متوترة هنا وأيضا متوترة بشكل أكبر محمد في بلدة حوارة جنوب نابلس، حوارة التي تعرضت للمحرقة مع نهاية شباط الماضي، تتعرض اليوم لإحراق منزل ومركبة في منطقة سهل حوارة، واعتداء على مركبة إسعاف وإحراقها بفعل قنابل الغاز التي أطلقها الجنود. هنا يتزامن الفعل للمستوطنين والجنود بالاعتداء، وهذا يعني أنه لا يعتدي المستوطنون على الفلسطينيين بحماية جنود الاحتلال، بل يحدث الأمر بالشراكة، وهذا بدأ يتجلى بشكل كبير أمام صورة الإعلام خلال الشهور الأخيرة منذ مطلع العام الجاري. نأمل السلام لكم دائما حافظ في تغطية الأحداث في فلسطين المحتلة. كل الشكر لك حافظ أبو صبرة، كنت معنا من نابلس المحتلة، شكرا جزيلا لك.